أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية والتي تزداد رسوخا وقوة في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة جاء ذلك خلال استقبال جلالته هذا اليوم في قصر الصافريه معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهوريه مصر العربيه الشقيقه بمناسبه زيارته للبلاد حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه واخلص تمنياته لمملكه البحرين وشعبها باستمرار التقدم والتطور ورحب حضره صاحب الجلاله برئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق وبزيارته للبلاد وكلفه بنقل تحياته الى اخيه فخامه الرئيس المصري وتمنيته للشعب مصر العزيز بدوام الرقي والازدهار وأشاد جلالته بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون العريق بينهما منذ عقود طويلة في المجالات كافة، كما أن البلدين يجمعهما تاريخ قديم مشترك وجمهورية مصر العربية كانت ولا تزال مركزا للثقافة والحضارة عبر التاريخ. وأكد جلالته حفظه الله أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي طور هذه العلاقة الثنائية. وان ما تشهده جمهوريه مصر العربيه الشقيقه من تقدم حضاري وتنموي كان بفضل وجهود فخامه الرئيس المصري الذي يحرص دائما على تقدم وطنه كما اشاد جلاله الملك المفدى بدور الجاليه المصريه في البحرين واسهاماتها في عمليه التنميه التي تشهدها مملكه البحرين منوها حفظه الله ورعاه بهذه الزيارات الاخويه التي تاتي دعما لمسيره العلاقات الراسخه وتسهم في تبادل الخبرات على المستوى التشريعي والبرلماني بالاضافه الى تنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانيه. وثمن جلاله الملك المفدى المواقف الراسخه لمصر الشقيقه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعمه لمملكه البحرين منوها بدور مصر المحوري في الدفاع عن مصالح الامه العربيه. من جانبه أعرب معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة عن شكره وتقديره لجلالة الملك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ رئيس مجلس النواب المصري جلالة الملك المفدى بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي طور العمل الوطني في البحرين وعزز المسيرة الديمقراطية والنيابية في البحرين. وأكد أن لمملكة البحرين في جمهورية مصر العربية مكانة رفيعة. وان ما تشهده البحرين من تقدم وتطور مستمر هو بفضل قياده صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله واننا في جمهوريه مصر العربيه وبقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نقف دائما في صف البحرين في كل المواقف وان علاقات البلدين تزداد رسوخا وتقدما معربا عن تقديره وشكره لما تحظى به الجاليه المصريه في البحرين من ترحيب وتقدير من قبل شعبها الشقيق